صباح الخير، انا الدكتور احمد منصور، استشاري جراحه العظام. النهارده نتكلم على حاجه منتشره جدا في الاطفال، وهي دين العظام. دين العظام بيكون سببه هو نقص فيتامين د، من الاسباب الرئيسيه بتاعته هو نقص فيتامين د عند الاطفال، وده بينتج عن اسباب كتير، منها سوء التغذيه، عدم التعرض للشمس كفايه، او السكن في مناطق فيها تلوث كتير، فبيمنع اشعه الشمس الوصول، اللي هي في الاخر بتؤدي الى نمو الطفل بصوره كويسه. اعراضه بتدي من سن، ممكن تدي من سن بدري شويه، 6 شهور، وده ممكن يكون نقص، هو يتاخر في تسنينه، يتاخر في عادته، يتاخر في مشيه او النمو البطيء. بالنسبه لنا في جراحه العظام في السن الاكبر شويه، بيحصل انه بينتج عنه تقوس شديد في الساقين. الطفل اول ما بيتولد بتقوس موجود عنده طبيعي، والتقوس ده بيتحسن مع الوقت لغايه سن 3 سنين ال4 سنين، وبعد كده بتبتدي الرجل تكون معدوله كويسه. لو في نقص فيتامين د، فبالتالي النمو بتاع العظم بشكل طبيعي مش كويس، بينتج عنه تقوس موجود في الساقين. التقوس ده ممكن يكون انثي او وحشي على حسب الحاله، لكن في النهايه انه بينتج عنه تقوس. لو الطفل ما اتعالجش بدري وما لحقناش ان احنا نعالج نقص فيتامين د ولينا عظام ده في سن ما قبل 3 سنين، غالبا هيحتاج انه يتعمل له تدخل جراحي لاستعداد للتشوه ده او التقوس ده. عمليات الجراحيه فيه مختلفه وكتيره، منها ان احنا بنعمل طريقه ان احنا بنوجه النمو بتاع الساقين بعمليه صغيره جدا، ونركب شريحه ومسمارين في كل ركبه، او ان احنا بنكسر العظمه وبنعدلها على حسب حاله الطفل وعلى حسب نسبه التقوس قد ايه وسنه قد ايه. في النهاية أحب أقول للناس إن هي لازم تتابع مع دكاترة الأطفال بتاعتها كويس قوي، عشان لو الطفل عنده دين عظام في الأول نلحقه ونقدر نعالجه بشكل كويس، وما يضطرش إن هو إحنا ندخل تدخل جراحي والموضوع يسوء مننا وما نقدرش إن إحنا نتحكم فيه.